اولا لا احد يخون طلبة الطب. متى تقال بانه الحكومة تخون طلبة الطب؟ يجب الانتباه للمصطلحات. الحكومة لم ولن تخون احد. ما عرفتش هذه القضية منين جات، واش كاين شي حديث، كاين شي تصريح، ما عرفتش. فيجب الانتباه لمثل هذه القضايا. الحكومة تتفاعل مع هذا الموضوع ديال الطلبة ديال الطب بكل حسن نية، وتجاوبت مع مختلف النقط المدرجة في طاولة الحوار، ومن هذا المنبر قدمت مختلف الأجوبة حول مختلف الأسئلة حول مختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين، والمرتبطة أيضا بالمنح، والمرتبطة أيضا بالهندسة، والمرتبطة أيضا بالأراضي ديال التدريب. فأنا لا أعتقد بأنه كاين شي إرادة أكثر من هذه في حلحلة هذا الملف. تعقدت لجنة على مستوى مجلس النواب، حضرها الوزيرين المعنيين وقدموا مختلف الإجابات. كانت وساطة برلمانية في هذا الموضوع. يجب الانتباه لكيف نتحدث حول هذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأنه الحكومة خلت من جهتها، بل على العكس، ويمكن الرجوع للندوة الصحفية، لأنه تعمدنا أن نقدم الملف تقنيا لكي نحيط بمختلف الأسئلة المطروحة. الأمازيغية لا نقاش، لأن هذا الموضوع الأمازيغية هي قضية وطنية حسمت دستوريا وحسمها جلالة الملك غير ما مرة في مختلف المناسبات. الانطلاق كان في خطاب أجدير، والمسار ديال التفعيل وديال الترسيم مستمر. فبالتالي يجب التمييز ما بين كيف تتبنى الحكومة هذه القضية المحورية الأساسية نظرا للطابع الرسمي ديالها في الدستور، نظرا لان هذه الحكومه كانت من اكثر الحكومات دفعا بقوه في المسار ديال الترسيم. شفنا الملتقى السنوي اللي كيتم وكيكون فرصه للوقوف حول المنجزات، شفنا التطور اللي وقع على مستوى الاساتذه ديال التدريس الامازيغي على مستوى التعليم، والارقام مني كتقارنها قبل مجيء الحكومه مع هذه الحكومه يعني مضاعفة بشكل كبير جدا، الإمكانيات المالية. إذا المسار ديال التفعيل ديال الطابع الرسمي هو مسار متقدم، لكن داخل الحكومة نعتقد بأنه يجب أن نواصل العمل بهذا الأفق. هذا هو اللي عندي رسمي بالنسبة لي أنا، هو أن الحكومة بالنسبة لها اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية هي مكون أساسي ومهم جدا، يعتبر من الروافد الأساسية الشخصية الوطنية، وهذا موضوع محسوم ولا نقاش ولا جدال فيه.